لو الحكاية فيها إن فيتو خلاص ها؟ خلاص فين الكابتن؟ فين الكباتن؟ السلام عليكم. أبغى أطلع كورة، أطلع كورة بكده ولا؟ أنت هنا طوبة إيه؟ برضه مخدرات؟ عاملين فريق مخدرات وفريق حاجات تانية. بس الحمد لله. الحمد لله على أحسن. بنعمل ايه هنا بقى؟ قول لي يومك. العب رياضه وبنلعب سله. منين اصلا؟ من اليمن. اليمن؟ طب اتعلمت ايه هنا في السجن؟ زي مال الصنعه هنا. اتعلم كام؟ انا في المكتبه بطلع المكتبه بقرا. بقرا. اتعلمت الصبر وتعلمت ده. لا الصبر نصيبه على جنب. اتعلمت حاجات كتير والله. الناس هنا بيعملوا كويس. يا عم انا ما قلتش قول اللي انت حاسه. قول حاسه. ايوه لا زعلان من نفسك؟ لا زعلان من نفسي. انا مش ايوه وخلاص خلاص مش هنشوف حد. اكيد انت شغال ايه اصلا؟ مش عارف في السجن هنا؟ ليه مش عارف تعلم حاجه ليه؟ شايف ان زمايلك شايف حاجات عظيمه جدا بدل ما تطلع ميه محاره. ميه محاره حاجه محترمه جدا. سنه صنعه في تجاره في بوستر في دهان فيه.